كل حاجه حلوه. عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا بقى، النهارده الجمعه، جمعه مباركه عليك، عليك جمعه مباركه عليك. جمعه مباركه عليكم، وصباحكم عسل وصباحكم سكر. النهارده عايزينها جمعه مختلفه كده، اجازه سعيده عليكم، والعيد جه يا اولاد، العيد جه يا اولاد. بص، البخور ده انا قلت لكم عليه قبل كده 50 مره، هو عود خصوصي، هو جاي من بره مصر، يعني من ناس عزاز على، من قطر، جاي من قطر. بصوا بقى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، سمي بالله، صلى على النبي. النهارده فيديو جامد 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 جامد، كله شويه حاجات كلها كده ايه، حاجه حلوه. ايه هي يا نشوى اللي انت هتعمليها؟ لسه ما اعرفش اي حاجه خالص، غير ان انا عايزين نفطر فطار مختلف، يعني كل جمعه بنفطر فول وطعميه وبرنجان. النهارده بقى ايه، خدوا بالكم الصلاه شغال. النهارده الجمعه بقى قلنا نعمل كده يعني حاجه حلوه، حاجه تدفي، حاجه حلوه يعني. صباحكم فل، صباحكم عسل، صباحكم هنا. يلا بينا، اضغطي لايك وتعالي ايه، خشي معايا الفيديو. اول حاجه هنجيب ايه، نحضر حاجه الكيكه. انا هتفطر ايه؟ نفطر كيك وشاي ولبن. احنا ناس ايه، فرافير. احنا ناس فرافير كده. جمعه مباركه عليكم، ربنا يسعد ايامكم يا رب. تعالوا بقى نحضر حاجه الكيكه، لان هنعمل محشي وهنعمل بطر. يوم جميل 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 جميل، وهنعمل تجهيزات لسهره، سهره دفى بقى في الشتاء ده، وفي يوم الجمعه وفي الاجازه، يوم حلو. نحضر حاجه الكيكه للصلاة على النبي كده، وايه ونشتغل على طول. جبت بس البيكنج باودر وفانيليا، ادي الفانيليا. حد شاف البيكنج باودر يا اولاد؟ وادي البيكنج باودر، وادي الفانيليا، وادي عصير البرتقال، وادي البيض. نجيب السكر، وادي السكر، وادي الدقيق اهو. الحمد لله، يا طول ما مكونات الكيكه عندنا في البيت ما تشيلش هم حاجه. الكيك ده مفتوح، ناخد الكيكه المفتوحه دي، كيكه ايه اللي مفتوحه، الدقيق اللي مفتوح. نجيب بقى شويه لبن، نجيب سمنه، نجيب السمنه، شويه زيت، وتعالوا نعمل كيكه. اه، وعصير برتقال، عصير برتقال النهارده بودره، مفيش عصير. نجيب شويه لبن، نجيب شويه لبن. والله العظيم احلى حاجه بحبها لما مكونات الكيكه تبقى عندي كده، من غير ما اتذلل لحد يبعت يجيب لي حاجه. لو حد بقى عنده شويه قشر برتقال ينبوا سوا فيه، تبقوا انتوا يعني اساس. يلا بينا، صباحكم فل، انا طولت معاكم رغم. يلا بينا، ادي البوله، نعمل اسرع كيكه. صباحكم فل يا صباح العسل. ايه اليوم الحلو ده؟ ايه الجمال ده؟ كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل يوم وكل ساعه وانتم سعداء ومبسوطين وفرحانين ومتنيين بصحتكم وبعافيتكم وبولادكم وبرزقكم وحياتكم واهاليكم وكل اللي بتحبوه على قلبكم، ويرزقكم يا رب بحق هذا الجمعه وبحق الصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، كل اللي نفسكم فيه. ماشي ماشي. بصوا بقى، هتعملي ايه يا نشوى؟ اول حاجه كده بالصلاه على النبي، اللي ما عملش لايك للفيديو ده بالذات بالذات ينزل بسرعه بقى يعمل لايك، لان النهارده يوم كله انشكاح كده، كله عيد عيد. انا جبت لكم العيد، جبت لكم العيد. اه والله النهارده جبت لكم عيد، مش يوم الجمعه عيد. ايه الجمعه عيد؟ عيد للكل بقى. انا قلت هعمل لهم النهارده يوم حلو، يوم جميل، يوم كده يعني مختلف شويه. اول حاجه كده طبعا قلت ما اعمل كيكه الصبح، قلنا بدل الفول والطعميه والحاجات دي نعمل كيكه. وانا بحب اعمل الكيكه بصراحه يا اولاد، كيكه بتاعت زمان اللي هي الاصليه الاساسيه، اللي ما حد يعني اللي ما فيش فيها افتكاسات. ثلاث بيضات على حبه سكر على اي يعني المكونات اللي قدامكم دي كلها. خدوا بالكم انا هنسى احط اللبن، ركزوا كده، علبه اللبن ايدي مش هتيجي عليها اصلا. انا حطيت الثلاث بيضات عليهم شويه سكر وضربت كده على بعض، ولا خلاط ولا كبه ولا حاجه. انا رحت بس شغلت الفرن، بص الفرن هناك كده اللي هو تحت ده منور كده، شغال الفرن. وكنت سيحت السمنه في الميكرويف، حطيت عليها شويه زيت، وهنزل بقى بعد البيض والسكر هنزل على طول بالسمنه، بس على طول يعني ما فيش، ما بوقفش ثانيه، المضرب كده على السريع على السريع. بعد ده وده كنت انا اساسا قبل ما اعمل ده كله دهنت الصينيه بتاعتي بالسمنه والدقيق عشان ابطن الصينيه. انا عامله كيك في صينيه الومنيا، انا بحب حاجات كده في صينيه الومنيا، يعني انا المحشي عندي يعني حله الومنيا. المهم كده عملت شويه عصير برتقال، هو عصير بودره، لكن لو كان عندي بقى عصير برتقال فريش يا سلام. مع ان البرتقال مليان السوق، وانا ما جبتش برتقال من زمان. احنا حقيقي من الناس الاسره اللي مقصره قوي في الفاكهه، يعني قليل قوي لما بنشتري فاكهه، معرفش ليه.
يعني الناس كلها تحب الفاكهة اكتر من يعني احنا ممكن اللي احنا غلط، الناس صح. يعني احنا ممكن نعمل عادات مش حلوة، يعني شيبسي بسكوت حاجات، ما ده غلط، لكن الفاكهة قليلين في الشراء بتاعتها، ما نشتريش فاكهة كتير. بس انا ايه قلت العالية لازم واقفة ومن اول السطر، لازم بعد كده ننزل نشتري فاكهة كده ونملى البيت موز وفاكهة وحاجات كده، اللي يجوع بدل ما ياكل شيبسي وبسكوت كله موزة كله تفاح كله فراولة، الفاكهة بتاعت الموسم ده حلو. فعملت زي ما انتم شايفين بطنت الصينيه ونزلت بالدي والبيكنج باودر. انا بحط نص معلقه كيكه الشيف دي، او لو عندك محسن كيك بتبقى حلوه، بس انا عمري ما اشتريته. يعني هي بتطلع كده ببركه ربنا، عملتها كده في الصينيه زي ما انتم شايفين بالمكونات اللي هي ايه العشوائيه دي، وهدخلها الفرن عمال بقى ما تعمل من الفرن، عمال ما انا هدخلها الفرن، اول ما تخرج من الفرن بقى هيو كانوا هم لبسوا وجهزوا ان هم ينزلوا على الصاله على طول. قلت لهم بس استنوا، مفيش صلاه قبل ما تفطروا. لا مش مفيش صلاه، لا قصدي هم هينزلوا يصلوا كده، بس قلت اعمل لهم يفطروا اول. يعني بس هو ايه تعبير مجازي اللي انا بعمله ده، مبالغه في التعبير. بصوا كيكه طلعت حلوه ازاي، حلوه جميله، مش حلوه كيكه جميله جميله جميله. انا بحب اقطع كيكه كده اللي هي ايه كده مش مثلثات، بس قلت اقطع لهم برده مثلثات لان هم بيحبوا مثلثات. عملت لهم بقى الفطار الحلو بذمتكم، ريقكم مجروح ما تجريش ريق الجيره صح؟ عايز تعملي الوقت اهو حته كيكه بسيطه، بيضتين على حبه دي وحبه سكر، وقومي اضربي، انا نسيت احط لبن اصلا. شوفوا ريحتها حلوه بصراحه، كانت ريحتها حلوه، وبصوا ما شاء الله الحجم بتاعها عامل ازاي، عاليه جدا وجميله وحلوه. المكونات بتاعتها بسيطه وخفيفه. عملت لهم هم شاي ولبن، وانا عملت لي نسكافيه. كان عندي كيس قديم كده، كان من السعوديه، والنعمه كان من السعوديه، ده كان من قلب الفندق ذات نفسه، ده مسروق من الفندق. الناس بتروح تعمل عمره بطوب، انا اروح عمره اسرق الشاي والنسكافيه بتاع الفندق. لا مش بهزر، ده حقيقي، انا فعلا اخدت كيس النسكافيه ده كان من الفندق، كانوا مطلعين لي شويه من اكياس نسكافيه كتير. بس طبعا مبارك عليه، صباح الجمعه طبعا مبارك. ايه رايك في المنظر؟ ماشي ماشي. بص على السنه، ماشي على السنه. طب اقعدي اهو، اصل كوبايه عالي، وانتوا عارفين طبعا ايه في اليابان دي بقى، من الصبح مشغلين لنا الناس بتشغل خطبه الجمعه وسوره الكهف، وده مشغلين المسلسل اللي بيتفرجوا عليه. بصوا بقى ده طبعا الشاي بتاع عم علي، بس انا بحب اخد حاجته قوي، مش فاهموش ليه، فاهموش ده هل نقص او مش عارف. يلا يا نانو يلا. اني ببابك مولاه. جمعه مباركه عليكم، صباح الفل. طيبين قلقك بقى. الصلاة على النبي، هو ده فطار حلو بجد؟ والله تغيير، فطار فافي فافي، احنا فرافير، احنا فرافير اصلا، احنا ناس فافي قوي. الصلاة على النبي. يلا تعالى. انا شاريها جاهزة. هي بتدخن لسه؟ لا لا شاريها جاهزة، الراجل بتاع الفرن مطلعها عطالي على طول من الفرن. ان شاء الله. والجمعة انتوا طيبين، يلا يا نانا. يلا يا بندق. يلا. طبخة حاجة؟ انا واحتمال اعمل جلاش واحتمال لا، محشي وبط، صباحكم فل. يلا. شاي ولبن عم علي اهو، كوباية عم علي ايه عشان يا ولاد ايه كوباية عم علي بيحبها. كوباية عم علي ايه؟ يلا كوباية عم علي ايه؟ يا كانت كوباية خلصت كوباية. كوباية عم علي. عارفين بقى في اغنيه كده، يعني عارفه انتوا ما بتحبوش تسمعوا الاغاني، بس في اغنيه انا بحبها لما بنقعد كده يوم الجمعه، عارفه اغنيه اسمها الخمسه سته اللي احنا منهم، عارفين هم دول هي دي الدنيا وما فيها، طبعا ناقصها طبعا نادين وابراهيم والولا صوفي، بس مش مشكله. بعد بقى ما فطرنا وظبطنا وفضلنا وقاعدين، هم نزلوا بقى يتكلوا على الله، ربنا يا رب يوصلهم بالسلامه. قمت انا بقى كنت عايزه اقول لكم ان ده والكيكه في الفرن، يعني كيك اصلا كانت لسه في الفرن، قلت عمال ما الكيكه تجهز معايا هو قلت اعمل بقى حبه حاجات، احطر حبه حاجات. كيكه كانت في الفرن وانا قلت اشرب بقى شويه ميه، قمت حاطه عليها شويه ميه زمزم على الميه العاديه ودعيت وشربت كده، قلت ايه يا ببركه الدعاء. يعني كانت عملت ايه بقى، انا ما رضيتش اجيب لكم الحته دي اول، جبت لكم مراحل الفطار عشان انجز معاكم، يعني اقول لكم الكيكه طلعت وكانت شكلها عامله ازاي، عشان اجيب لكم الوصفه كلها على بعضها والاكل كله على بعض. انا قمت مقشره النهارده شويه بصل، مع ان البصل غالي، بس مش مشكله انا يعني مش هناكل. كل ما اكلم حد يقول لي نشوه انت بتستعملي بصل كتير، نشوه ده البصل غالي، هو مش غالي عندك؟ طب انا اعمل ايه؟ طب ما اكلش يعني ما نطبخش عشان البصل غالي؟ في اساسيات كده يا ولاد. عملت بصل كده وضربته في الكبه، هعمله على حاجتين، هعمل للبط وهعمل للمحشي. انتوا بقى شايفين انا بعمل ايه وعارفين انا بعمل ايه وايه، وعيشوا معايا ايه
الفيديو كده زي ما انتوا شايفينه. بصوا بقى بركه كده يوم الجمعه، عايزه اقول لكم على حبه حاجات انا مبسوطه منها. ايه يا نشوى، ايه الحاجات اللي انت مبسوطه منها؟ يعني سيبكم من نشوى وسيبكم، مش هتكلم عن نفسي عشان ما اقعدش اشكر في نفسي واقول لكم انا وانا والكلام اللي هو ايه ده. انا عايزه اقول لكم على حبه حاجات حلوه البني ادم بيفرح قوي ان هو فيه. يعني ايه يا نشوى؟ يعني انا لو انا هقول لك، انا دلوقتي قبل ما تجري الفيديو قبل ما تمشي في الفيديو هسالك سؤال، نشوى هتعمل ايه في يومها؟ هتلاقي عارفه ان نشوى يوم الجمعه بقالها كذا سنه عايشه على نظام معين، هتعمل كذا وهتعمل كذا. يوم نشوى بتعامل مثلا بيتها عامل ازاي، بتعامل عيل ازاي، بتعامل ولادها ازاي. حياتي زي ما هي من 3-4 سنين، من وانا لسه الظروف الماديه كانت مفيش، كنا متمسكين بعادات معينه، واحنا من اكتر الناس اللي احنا بنحب دايما الذكريات بتاعت زمان. مش هقول لكم ان احنا اول ما نطلع على اليوتيوب كان بيجيب حاجات زمان وانا كنت طبيعيه ومن زمان، مش الكلام ده كله مني. لا بتكلم، انا مش دعوه باليوتيوب ولا غير اليوتيوب، انا بتكلم في الحياه العامه. فعلا احنا زي ما احنا، ما فيش حاجه اتغيرت، ودي اللي انا عايزاكم عليه. عايزاكم دايما تعودوا ولادكم وتعودوا بيتكم وتعودوا حياتكم على نظام معين عيشوا عليه. ما تقوليش ان الروتين يا نشا تبقى حاجه ممله، ما احنا ساعات بنكسر الروتين، ساعات ما بنطبخش وساعات بنخرج ونتمشى ونلف ونتفسح ونخرج، وساعات كتير بنغير حاجات كتير، بس ما نغيرش في طباعنا، ما نغيرش اساسيات احنا تعودنا عليها. يعني انا هو انا، مش انا كنشوى، انت زي انا بتكلم عليكي انت، يعني انت خليكي زي ما انت. عايزه تغيري، اتغيري لحاجه احسن. يعني مثلا بصي يا نشوى اسلوبك كان في وقت معين، لا خلاص نغير الاسلوب شويه. طب يا نشوى حافظي على كذا، طب حافظي على ده، طب بصي علاقتك بربنا طب نحسنها عن الشهر اللي فات، طب عن السنه دي. لكن في الحياه العامه وحياتك وتربيتك واسسياتك اللي انت بتبقى عايشه عليها، عايزه اقول لك لو اتغيرت بتخسري حاجات كتير. يعني انا بشوف ناس دلوقتي لما لما ربنا بيبقى كريمهم باي نعمه هم عندهم بيتجبروا. والله العظيم اقسم بالله انا بشوف ناس بقوا جبروت. ايه الجبروت اللي انتوا بقيتوا فيه دول؟ مش معناه انهم بيظلموا حد، لا تلاقي كلامهم بقى ده انا ومحدش يستجر، وانا وانا وانا، وانتوا مش عارفين انا ده انا فلانه الفلانيه. ايه انت فلانه الفلانيه؟ ايه يعني فلانه الفلانيه؟ ايه انت ايه اصلا؟ عملتي ايه في حياتك يعني عشان تبقي فلانه الفلانيه؟ ما كلنا كويسين وكلنا عملنا، كلنا حتى الست البيت اللي قاعده في البيت وما اشتغلتش بس ربت وطلعت اجيال، حتى اللي لسه ربنا ما رزقهاش محافظه على بيتها وست كمل، حتى كل واحد عنده حياته هو ملكه فيها. بس مش لازم الواحد يبقى جبروت، مش لازم الواحد يتغير. انا اللي انا كنت عايزه احكي لكم عليه ان انا بقيت بزعل لما لقيت لما بشوف الناس بقت بتتغير. كل ما يبقى الواحد ربنا كرمه بحاجه او بنعمه بيقعد يحس ان هو عنده حاجه كبيره قوي. عايزه اقول لكم ان هو ده من اساس الحسد. لما انت تحس ان انت حاجه كبيره او ان انت عندك حاجه كبيره قوي 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 مستقطراها النهايه، يعني معقوله ربنا مش عطاها لحد تاني وعطاها لك انت؟ على فكره ده من اول حاجه الحسد، يعني ده من اكتر حاجه فيها حسد. يعني غير ان انت تحسدي نفسك ان انت مستكبره قوي قوي الحاجه بتاعتك، لا انت عاديه واحنا عاديين وحاجتنا عاديه والناس عاديه. ايوه عامل كل واحد باحترامه، بس ما تتغيروش. اما الواحد ربنا بيرزقه بنعمه يعني هقول لكم على ابسط حاجه والله العظيم، في ناس ربنا رزقها بقت حامل، يعني في ناس ربنا رزقهم حامل، الحمد لله ربنا يا رب يكمل كل واحد ويرزق كل واحد مشتاق. فجاه البني ادمه اللي بقت حامل تلاقيها اتغيرت، اصل انا بقيت حامل مش فاهمه، اصل انا اتجوزت، اللي لسه ما اصحابها اللي كانوا لسه ما اتجوزوا، لا اصل انا اتجوزت فمش عارفه، تحس ان في فرق بقى، في تفريق، اصل انا خلاص متجوز، لا اصل انا اتخطبت يا جماعه، اصل انا حامل، اصل انا جبت ولد، فتلاقي الاسلوب اتغير. لا اصل انا نقلت من مثلا من مكان قليل شويه لمكان شيك شويه، فلازم الاسلوب بتاعي يكون متغير. ما فيش حاجه اسمها كده، انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني مش عارفة. خدوا بالكم، عايزة اقول لكم دايما الناس ده بيبقى عندهم من جواهم نقص، والله بجد هم ما كانوش عايشين حياة كاملة، لان هم عايشين حياة فيها نقص، فاول ما ربنا كرمهم بنعمة حبوا يتمنظروا على اللي حواليهم بيها، لانه هم كان لسه ما عندهمش النعمة دي، كان عندهم من جواهم نقص. فهو البني ادم الناقص اللي دايما بيحس ان هو حاجة كبيرة قوي، وان هو حاجة واو قوي، وان هو حاجة كتير، وان هو عارفين فاهمين قصدي. فده اللي انا يعني ايه يا نشوى، والله انا ما قصدي حد بعينه، انا بنتكلم في العموم. ف
حاول احنا نعود نفسنا ان احنا ما نتغيرش، والله بجد ما نتغيرش، التغيير للاحسن. يعني انا عايز اتغير، اتغير ان حاجه حلوه، اتغير لحاجه احسن، لكن ان انا اتغير ان انا ربنا كرمني باي نعمه، اتجوزت، اتخطبت، خلفت، جبت ولد، جبت بنت، جبت ارض، جبت بيت، جبت عربيه، معايا شهاده اعلى من شهاده حد تاني. والله بشوف ناس، والله العظيم انا بشوف ناس ما تعلموش ومثقفين ومحترمين واسلوبهم راقي، اسلوبهم راقي جدا، وفاهمين يعني ايه في الذوق، وفاهمين يعني ايه في الادب، عن ناس كتير قوي، والله بجد عن ناس كتير قوي. سبحان الله. هي النعم يا ولاد، البني ادم بصفاته باخلاقه، مش بجاهه ولا بتعليمه ولا بعربيته ولا بفلوسه ولا باللي وصل له. معلش، في ناس دلوقتي لا قيمه لهم ووصلوا لحاجات اكتر من الناس اللي لهم قيمه، ده حقيقي. هل دول بقى خلاص؟ لا، دول نحترمهم بقى. سيبكم انتم من شويه الكلام اللي انا قلت لكم، بس دي كانت نصيحه والله من باب يعني لله، وانا بستفز من ناس معينين بتشوفيهم بالتراضي، فقلت انتوا هسالكم، هل انتوا بتستفزوا برضو زيي ولا الموضوع عادي؟ مش ما عندكوش انتوا الناس دي؟ بنشوفهم ناس كتير كده. بص الصينيه وجمالها، دي الجمعه، دي الجمعه الواحد لو ما عملش شويه شوربه سخنين في الجو البرد ده ويوم الجمعه وقلب حله المحشي، يقعد يعمل ايه في حياته؟ هو انت مش معقول حياتنا اكل بس؟ والله مع الاكل، الطقوس، الريحه، الاحساس، اخش اتغدى وانام لي ساعه بقى. دلوقتي يا اولاد انا تعبت واحتار دليلي بجد والله. شوفوا بصوا، ضيف جديد عندنا. طب انت بتلفي وشك قدام الكاميرا ليه؟ انا قاعده بصلي. النور قاطع وقاعده بصلي، احنا قاعده بصلي، هم ما يسيبونيش حتى وانا بصلي ركعتين لله، يعني حتى وانا قاعده بصلي ركعتين لله. بصوا قاعدين فين؟ ازيكم يا جماعه؟ واحد قاعد على سجاده الصلاه بتاعتي والتاني قاعد فين؟ يوم الجمعه، هو ده عندنا يوم الجمعه. بصوا يا جماعه، هوريهم كده نشوف القطه. القطه دي يا جماعه اللي عايز يعرف هي جايه منين وقصتها ايه، يروح يشوفها مع عائله تعالي. دي جت لي قعدت في حجري وانا بصلي، قلت يمكن ربنا يهداها وعايزه تصلي. راح فين؟ استنى ما انورك هنا. راح فين؟ انت لحظين القطه ده قصه وحكايه يا جماعه، روحوا انا اقول له على قناته وانتوا تعرفوه. راح فين انت لحظين يا بيتا؟ المهم بقى ايه، اختك بتتصل، اختي بتتصل، هرد على اختي. بصوا بقى، بعد ما اتغدينا وغسلنا المواعين وشطبنا المطبخ، بصوا بالصلاه على النبي، المطبخ ايه خلص كده بعد الغدا بيبقى ايه مروق، ونمت ساعه. بصراحه انا نمت ساعه، وبعدين قلت بقى اقوم بقى، عارفين انتوا يعني ايه، نومه العصاري يوم الجمعه ليها احساس حلو كده، عارفين انتوا. المهم نمنا ساعه وقمنا بقى قعدنا، قلت ايه نعمل لهم سهره حلوه، يلا بينا نحضر لسهره يوم الجمعه، يلا بينا. بصوا انا اخدتكم الضل النار كده، انا كنت نمت ساعه وقمت صليت، ايوه قعدوا جنبي ماما مش عارفه ايه، قلت اقوم اعمل لهم حاجه حلوه. بعت جبت امير كده، جاب لي نص كيلو غله، غله الشعير، حب الحبه الكامله اللي هي البليله اللي بتعملوها بليله، البليله بتختلفوا عليها اسامي، اسمها مختلف عن ناس ناس وبلاد بلاد، يعني السعوديه عندهم البليله حاجه تانية اصلا، بس هي دي البليله عندنا، اللي هي الغله دي، الغله الحبه الكامله اللي هي اللي هي سنبلة سبع فيها 100 حبة، اللي هي دي يعني عارف، هي دي بقى بتجيبيها بقى وتغسليها أول حاجة، بتنقيها لأن خد بالك ممكن يبقى فيها زلطة، فيها أي حاجة، بتنقيها وتصفحيها كده، تصفحيها يعني ترفعيها وتنزليها، تنزليها أي ترباية تنزل وتغسليها غسلة حلوة، تحطيها في الحلة تتسلق. أنا سلقتها ولما استوت خالص نزلت عليها باللبن، جوز الهند، شوية كريم شانتيه بودرة، شوية فانيليا، يا سلام بقى على الريحة، بليلة يا ولاد بقى من اللي توقف، أحلى من بتاعة العربيات والشارع مليون مرة. شوية السكر حسب بقى ما تحبوا، السكر بتاعها مظبوط بقى زايد قليل براحتكم. حتة سمنة بلدي على الوش وزبيها مع نفسها كده كده، هي شربت المية السليق بتاعتها فمش هتشرب اللبن كله، بس أنا بزود لها اللبن عشان كل ما تبرد تشرب اللبن بتاعها. طلعنا كيك كده قطعناه على شوية فشار، نعمل سهرة دفا، سهرة عيلة كده، عارفة إحساس العيلة وانتم متجمعين مع بعض على ترابيزة وقعدة حلوة بالدنيا، حافظوا عليها، حافظوا عليها وعيشوا النعمة بتاعتها. محدش يقول لي يا نشوى البيت بيتكركب من العيال، ربنا يخليه لكم يا نشوى، مش عارفة ايه، ربنا يخلي لكم حياتكم واهاليكم وبيتكم وكل اللي بتحبوهم. شوية بقى حتة قشطة كده على الوش، حتة قشطة بلدي كده على الوش، وحبة مكسرات، وادي له ادي
بلاش اديله يد دي وشوية المكسرات، واقعدوا بقى كده وادعوا لي دعوة حلوة، وربنا يا رب ما يفرق بينكم ولا يغير عليكم حد ولا يغيركم إلا للأحسن. ربنا يغيرنا من حال لأحلى حال يا رب، يرضي ربنا. السلام عليكم وتصبحوا على خير.